ألو، سمعتنيك دكتورة؟ سامعتك يا حبيبتي. هيك تمام، بس كان مشكلة في السماعة. بعد كده بس أغلبك تحكي لي أي صفحة وأنا أمرن عليك. مش عارف، ثواني أشوف أي صفحة. يمكن 17 تمرين اللي موجود، exercise 22 18 صفحة 18. الله أعلم، أتوقع. خليني أنا أرجع أتأكد بالضبط. يلا خلي راحتك. صفحة 18. اللي هو exercise 22. شايفة أنت أنا عاملة sharing. هي هون. صح، هو هذا دكتورة. دكتور شايفيته، كل شيء واضح. طيب إيش المشكلة هلا؟ هلا عندكم have been هذه اللي هي بكويستشن نمبر 1. انت حكيت لهم، شرحت لهم كانك نفسها مثلين مره، كانه she have been out for كذا كذا، نسيت التكمله، ومره هذا المثال. فبيحكوا ان انت حل الاول، حليت انه هو helping verb زائد action verb، كانه او main verb، انه البين كانت main verb بالضبط، action verb. والثاني هون هي linking، فالكتاب يعني هي هون الكتاب حطها auxiliary مش action. ما حكيت لهم اني action، حكيت لهم verb be. اوكي، هو دائما بده يكون طب خليني اروح على اللوح. الفكرة اللي بتذكر اني انا حكيتها، مرة كانت لينكينج ومرة كانت ما بعرف ايش الشيء الثاني في الاول. انا حكيت لهم انه verb be هذا، سواء verb be او verb have او verb do، ممكن يكون مرة auxiliary ومرة ممكن يكون main verb. هلا إذا main verb، ممكن هذا المين verb يجي linking أو يجي action أو يجي action. تمام، بس شوفوا إذا verb be إجا main verb، على الأكيد رح يكون دايما linking verb. تمام. إذا verb do و verb have إجوا main verb، على الأكيد رح يجوا دايما action verb. تمام. يعني المثال هلا مثلا بهذا المثال، هيك إذا أخذنا المثال التالي، لو حكينا here she has been out for 3 hours. What is the verb here؟ هياتو الverb. هذا verb الجملة كله مع بعضه، هياتو. She subject realized the from pronoun. خلينا احنا بالverb. This is the verb of this subject. شو ماله الverb؟ This verb here بحكي انه realized، يعني مين شاغل مكانه؟ الverb هون كfunction، كوظيفة غير عن أنا لما أحكي إنه هاي verb كنوع كparts of a speech. دقيقة شوي. المهم هم اللي خربطهم إنه linking verb، إحنا نعرف إن linking verb بيكون الverb لحاله. طب كيف أجا linking verb؟ أجا في قبلي auxiliary أو helping. ما هو عادي، الverb هذا كfunction هو اللي بيكون إما linking أو action verb. إذا والله بده يعبي هالوظيفة، بده يعبي وظيفة الverb اللي هو سواء linking هذا أو action verb، بده يعبيها simple verb اللي هو بيكون verb واحد simple verb، أو ممكن verb phrase. تمام، ما في مشكلة. يعني مثلا هو الكتاب حالها linking مش حالها linking.
إيش عفوا؟ الكتاب حالها إنها helping مش حالها إنها linking. بلكي مركز على هاف بس. حبين. خليني have أرجع been. على الكتاب. هاي بالكتاب هم حاطين حسب ما شفت إنه have been. بعتذر دكتور. ولا يهمك حبيبتي. هاي شوفي دكتورة يعني على الثنتين هو حاط. إذا action verb أيوه خلينا نأخذ الماركر. هو طالب يتحدد إذا هو linking. إذا action verb بنحطه واحد. If the italicized word is a linking verb بنحط اثنين. سوري انا ما انتبهت على الارقام. If the italicized word is a helping auxiliary بحط رقم 3. فهون انا عندي have been مع بعض رقم 2 يعني linking صح ما في مشكله. سوري ولا يهمك ابدا. خليني والله اشوف واحد ثلاث مثلا for example. هاي جوابها 3. خلينا نشوف for example young horses will rarely drink. مركز بس على will. مثلا بالامتحان لو هون لا خليني اروح لو مثلا اجيت حكيت is reading وحاطه انا خط تحت is لحالها وحكيت لهم هذا action verb ولا هذا linking verb ولا action verb ولا auxiliary طبعاً إذ بدها تكون شو؟ بهاي الحالة هي جزء من verb phrase هي بهالحالة auxiliary تمام؟ لكن here خليني أعطيكي أمثلة وأنا ترى بسجل هاي المحاضرة إذا بتحبي تنشريها أتسكي ما عندي مشكلة تمام. خلينا نأخذ الأمثلة التالية Number two here. Number three, for example, here. We have the following three questions here. Number one. Number two and number three. Let's take here number one. In number one, the verb together, all together, is was having, all together, was having مع بعض, وحدة وحدة. This is the verb here of this subject, Adam. تمام يا مس؟ Yes. هذا subject وهذا verb. This verb we say الverb هذه اللي دائما مربوطة مع السبجكت بدنا نفهم انه هو اسمه هذا function. احنا كانت الوحدة الثانية مركزة على part of speech يعني اعرف انواع الكلمات المفردة فانا بدي افوت داخل هالوظيفة هذه to understand that this verb is realized from verb phrase. Verb phrase was here is a verb phrase.
in which this verb phrase is made of was as an auxiliary, having is the main verb. This main verb here, having, ما في مشكلة. طب كلها مع بعض, was having here, اللي هو وظيفتها verb. هل اشتغلت شغل linking verb ولا اشتغلت action verb؟ هي مش linking verb, action. هذا الverb هو action, وكله مع بعض action, كله مع بعض كوحدة وحدة. وعادة أنا بعرف إذا أنه action ولا لا, بطلع على المين verb. هل إله معنى ربط ولا إله معنى فقط إنه, ولا سوري, بيعطي action, بيعطي يعني حركة, بيعطي بهالشكل. بهالحالة having إجت علشان تعطي action, كان عم بيأكل. Having here means eat. Having اللي هي main verb بالverb phrase إجت كمان كaction verb داخل هذا السنتنس. لكن لما نيجي على number two, Adam had played in that team before leaving them. Here, this is the subject, this is the verb. This verb is realized from a verb phrase in which we have, notice here, had is used as an auxiliary, played is the main verb. هذا كله مع بعضه, ال had played actually is used as, أو هذا الverb phrase is used as an action verb. كيف عرفنا إنه action؟ بطلع على played, فيها معنى حركة, مش only to link Adam with the rest of the sentence, صح ولا لا؟ صحيح. تمام يا مس؟ طب نيجي على هون, لما يكون عندي مثال زي has done or have been, رح أحط مثال ثاني هلا بعد شوي, هادي has done, ورح نحط واحد ثاني مثلا آدم, خليها has been out. بالحالتين has done و has been, this is the verb realized from a verb phrase, بحيث عندي has بالحالتين هو auxiliary, هون وهون has هي auxiliary, been هون هي المين verb, done المين verb. لكن لاحظي has done مع بعض اجت هون action verb, بينما has been اجا linking verb. linking verb, yes. ككل, كوحدة وحدة, كverb phrase, كverb phrase. واضح؟ فما بعرف إذا الأمور وضحت ولا لا. واضحة. هم ليش خربطوني؟ حكوا لي إنه أنت المثالين اللي حكيت لك إياهم, واحد حليتي على أساس action, واحد linking, مع إنه ثنتين have been كانت أو have been. بلكي كاينة مخربطة, يمكن مخربطة بالحكي. ما بعرف والله, بس هم هيك حكوا لي, فأنا شرحت لهم. من الكتاب؟ لما حلينا أسئلة الكتاب ولا لما حلينا شو؟ هسا واحد منهم كان عن الهورسز اللي انت حكيتيها, حكيت لهم هاي لينكينج. انا باخذ اسئله الكتاب, انا باخذ اسئله الكتاب بس باخذها بدون حل. يعني مثلا هذا صفحه شو 20, باخذهم بدون حل وبخليهم انهم يحلوا عشان ما يعني يحاولوا يحلوا لحالهم. بعدين اللي بده يرجع هون, مشكله انا ما برجع الاجابه, هاي مشكلتي, ما بلحقش ارجع الاجابه اشيك إذا إجابات الكتاب كلها يعني مثل ما شرحنا أو لا. فما بعرف هو دكتور الكتاب نفسه, يعني إحنا بس شرحنا يا دكتور قصيصة الماضية, حكينا إنه هاد كأنه نسخة أولية أو نسخة أولى أو إشي زي هيك, وإنه فيها أخطاء. والله بصراحة فيها أخطاء, نعم, خاصة إنه كمان يعني كتاب محلول, يعني مش إنه محطوط مثلاً بالزبط. آخر إشي أنا حاولت كثير أدور محلول على نسخ بدون حل, ما ضبطش معايا يعني. ما في, كان حتى أنا حكيت لهم يعني حاولت أساعدهم بهذا الموضوع يعني, وأرجع أشرح لهم كمان أغلب الشغلات في الشابتر. حكيت لهم يوم الجمعة بنفتح ميتينج بنحل مع بعض كل الأسئلة يعني. هو أنا كنت ناوي أفتح معهم ميتينج, أنا هلأ هين بدي أحط الامتحان, كنت ناوي بكرة أفتح معهم ميتينج. أنت متى أي ساعة بدك تفتحي معهم؟ ما بعرف, هو كان على الستة أنا حكيت لهم يعني عشان ما أخذش عليكم,
ترتيباتكم. طيب لأن لسه ما حددت لهم وقت، بس يعني حكت لأنهم الأسئلة كثير، يعني بيحكوا لك إحنا دارسين بس نيجي نحل الأسئلة بنحس إنه بنتلخبط. حكيت لهم بنحلهم مع بعض بنشوف يعني إذا إنه تصير أمورهم أحسن. وحكيت لهم بس الدكتورة ما أتوقع يعني إنه الدكتورة تخربطوا يعني إنه تكون عاجقيتكم كثير، يعني اللي دارس أكيد رح يعرف يجاوب ويحل على الكويز إن شاء الله. الأسئلة يعني ما فيها لعب، لأنه المادة أصلاً سهلة، ما فيش شيء يعني بسيطة. والله ما أنا عارفة تا أشوف، وهيني عم بدور أنا على أسئلة هون، بعرفش هل أنا حاطت لهم هيو مثلاً هاي تبعت كان ماستر، أجي أكثر سؤال عليها ماستر هون ما كانوش مميزين إنها فعل يعني فإنه ليش ما أنا وضحت لهم. هلا في طالبات سألوني بالمحاضرة إنه عندهم مشكلة يحدد، هو عقول إن الإتليكس هون جاي على كان بس مش على كان ماستر مع بعض، الإتليكس على كان فقط، الفيرب كامل هو كان ماستر أصلاً كان لحالها ما بتيجي يعني we don't use it alone, it is a modal in English, so usually you have هلا حتى لو ما كنتش عارفة كلمة ماستر إنها it is used as a verb here لازم يعرفوا إنه الكلمة اللي جاي بعد كان هي verb. Here the verb they are swift learners and can masters. Can masters sorry a number of skills to help. طيب أوكي عم بدور على مثال إنه طالعة شو حكيت لهم أنا كاينة مش متذكر بالمرة. شوي أشوف في بنت بعثت صورة مثالين عن مثالين كتبتهم، خليني أشوفها إذا موجودة وما راحت بالحكي. أنا بكثير هاي الصورة راح أحاول أبعثها على الشات ما بعرف. أوكي وأنا بدور على شاحن قاعدة لأنه بدي أطفي الآيباد بدي أحط كميوت شوية بس تمام. أي دكتورة بعثت الصورة؟ أعطيني هاي الوصفة يا ماما، بدي إياها لهون، بدي يطفي لأنه ماما جيب كل الوصفة. هي دكتورة المثال يعني هون المثال has been في الثنتين هي linking verb صح؟ مش زي ما هم مفاهمين يعني مفكرين إنه مرة action ومرة linking. يلا يا روسان دقيقة بالله انعجبنا وإحنا ندور على الصوت. ثواني أخذي راحتك دكتور.
الو يا رمضان، انت معي؟ دكتورة تمام. خليني بالله بس اعمل شيرينج واروح الصورة. تمام. هي الصورة شايفتها؟ بالتنتين هم have been out و have been pets and horses have been pets and helpers to humans. بالتنتين have been and has been بدهم يكونوا linking verb بحيث انه have و have هم الأوكزيلياري وبين هم المين verb. إذا كان حاكي كلمة action تطلع طالعة بالغلط، يعني كاين انا بشرح ما بعرف اذا هم فاهمين غلط او ايش اللي صار، بس هم مفكرين ان الاولى اكشن والثانيه هي لا يروح. حطيتها بمثال مثل هيك، شوف لا يروح كاينه حطيتها بمثال بهالشكل. مثلا they have been reading لا يروح. ما بعرف. have been reading here مع بعض have been reading بهاي الشكل بتكون action verb. yes. have auxiliary وبين auxiliary وreading هي المين وكلها مع بعض كverb هي action verb. تمام. شكلي عاجبيتهم او طالعه مني بالغلط، يعني بيشرح لما يعني تسلبوا التانك، يعني بعتذر منهم. بس هيك الموضوع انه بن اصلا اذا كانت المين، انا حكيت لهم اذا بن دائما اجت مين فيرب فهي دائما لينكينج فيرب. تمام. ممكن هم فهموا غلط او يعني هو يمكن صار في خربطه شوي في الموضوع. يمكن في والله بدي أسأل عن الديمونستراتيف برونونز. خليني بالله شوي. سألوا عنهم الديمونستراتيف برونونز وعمرهم حطوهم إياها إنها تكون مثلا adverb مش adverb. هذيك there و here اللي بتكون adverb. بدي الديمونستراتيف برونونز اللي هم this و that و those و these، هل عمرهم جاوبوهم إياها adjective ولا دائما بتجاوبوهم إياها pronoun؟ ما مرقت علينا، بس مرقت علينا اللي هي اللي زي اللي حكيت لك عنها اليوم، سألتك عنها اللي هي تبعت البوسيسيف بروناونز. يعني مثلا هون هيها هذا بهذا السؤال هون هي مجاوبين ذير اللي هي مع ذير فاميلي دائما مجاوبينها انها بروناون. دائما بيجاوبوها انها بروناون وهذا إشي غلط ما بصير. اذا كانت قبل ناون فهي مش بروناون، هي اوكي ثواني بالله انا بدي الديمونستراتيفز، فشكلهم مش راجعين حاكي لكم عنهم. لا لا، هاي في ذات هون لاني هم عليه وينه. هاي في جمله خمسه السطر الثاني. ايوه ذات از اوكي. هون بروناون ذات، هون ذات اكيد بروناون لان هي السبجكت ما اجى وراها كلمة. اما لكن لو اجت مثل هيك that book is mine where is the pronoun here do we consider that as a pronoun no we don't consider that as a pronoun لانه اجت that here is used بالضبط. البرونون رح يكون mine هون، البرونون الوحيد هو رح يكون mine مش that معاها. دكتورة شوفي سؤال 15 السطر الأول ذات هير، أجا عندي ذات وبعديها هير هون، أتوقع هير هاي بوسيسيف
فإيش وضعها هون؟ دقيقة. Then he pointed to his mother, Olivia, and joked that her lack... Okay, هلا that هون إجت relative pronoun. That troubled. That yeah. her lack of football career was a bit embarrassing. That had هون, okay, هي كمان pronoun لأنها relative pronoun. أما her jack, her lack, sorry. Her لازم تكون بهاي الحالة... adjective. هم دائما مجاوبينها pronoun فهاي مشكلة عويصة بصراحة. لازم أنوه لها يعني الحل اللي هون كله هذا مش مقبول أو إني عشان أدارك الموقف يعني ما أجيبش عليهم أسئلة حاليا ونرجع نشرحهم أو أشرح لهم بنشوف إن شاء الله بنشوف إن شاء الله هلا بشوف شو بقدر. هي هاي النقطة يعني صار في تناقض. أنت حكيتي إنه هذول بعديهم بعد ما يجي بعديهم إذا أجي بعديهم noun بتكون adjective وأنا كمان حكيت لهم إياها إنها بتيجي adjective فكيف الكتاب حالها pronoun؟ طب إحنا إيش pronoun والكتاب أصلاً مصنفهم كpronoun مش مصنفهم possessive adjectives. صح بالضبط. انا المشكله ما برجعش اشيك شو اجابات الكتاب بعتبر انه يعني هاي فشكرا انكم نبهتوني. لا بصراحه لا يعتمد عليه لا يعتمد حتى انا الصراحه يعني لما اعطانا اياها الدكتور اول ما حكى لنا هاي النقطه انهم يعتبروا possessive adjectives واول مره اسمعها منهم حكوا لي الدكتور حكت هيك انها possessive adjectives possessive adjectives بصراحة هم أصلاً هو حكيها الكتاب هيها وين الكتاب هو بس حكاهم اعتبرهم pronouns ما شفتها إنها adjectives ونبه عليها بلقطة يعني أنا نبه عليها لأنه الكتاب جابها كأنه بالآخر أنا مش من عندي جبتها الديموكراتيف وال مش عارفه باي جهه بصراحه هون برونونز لا هي دكتوره مع الادجكتيفز اتوقع موجوده يمكن تلاقيها هون معتبر انه هز وذير هون اوكي هسه هي جزئيه انه البوسيسيف برونونز بعديها نون احكي لك وين حكاها وين حكا شوفي وين ايوه عندي الادجكتيف رجع حكاها هون yes. هيا البوسيسيف بروناون هون رجع حكاها pronouns that show ownership such as my your her اللي بعديهم بدك noun and there are adjectives when they come before nouns بعدين هو كان قبل بالتمرين اللي قبله اللي هو بصفحة 18 حالهم انهم pronouns ما بصير هذا الحكي هذا اللي صار ويعني بحكيك انه حتى هون هذا بيكون يعني هذا بحكيه لمس مش كاتبينهم possessive adjective ومن اول يعني ما ذكرهم بالزبط. من اول ذكرهم possessive pronoun adjective يعني انا صراحه هاي معلومه اول مره اسمعها منك انها هي تعتبر اصلا كتسميه غلط نسميهم يعني pronouns نسميهم صراحه adjective. يعني هذا لمستوى كبير ما مزبوطش اضلني اسمي possessive pronouns البرونشي اللي بتقدر تستعملي pronoun أصلاً هي هاي كلمة pro noun يعني إشي بديل عن noun فهاي هي اختصار pronoun هذا أصلاً أنت بتقدر تستعملي كمان pro adverb يعني pro adverb sorry أنا لما أحكي هيك adverb يعني كلمة بقدر أستعملها بدل adverb فمثلاً أنا لما أحكي لك I went to park and I had a lot of fun there شو هاي there بالنسبة لعلاقتها لـ to the park اللي هو بدني على مكان رح تكون pro adverb of place بس هي هذا يعني إشي متقل اللي هو advanced grammar فأنا ما بصيرش أقعد أحكي لكم
انتوا المفروض هلا بهاي المرحله ما مصير يضلوا يحكي لكم انه هدول possessive pronouns، لازم يحكي لكم بشكل في عندي انا ايش بال possessive ايش اسمه possessive pronouns. ال possessive pronouns هم مجموعه mine ours his اللي بقدر استعمل hers yours theirs. هدول اللي معاهم اللي ما بيجي بعدهم noun اوكي هدول possessive pronouns. لكن ال possessive adjective my name is كذا او my beautiful كذا مش عارف احس النت في ايش بعلق مش عارف هو من عندي ولا من عندك صراحه. يمكن من عندي يمكن من عندي الغرفه اللي رحنا لجأنا لها علشان الوصفه الوحيده يمكن من عندي النت. لا هيك لسه صار احسن صوت. طيب تمام في سؤال ثاني مس في واحدة تاعت كأنه بريديكت وإشي زي هيك خليني أرجع كمان أشوف مين البنت بريديكت أدجكتيفز. طيب أنا شايفة إنه جمع ال قبل بريديكت موديفاير إنه بريديكت أدجكتيفز وموديفايرز يس. وفي هون كمان سؤال عن الفانكشن متى الفانكشن تاع البريبوزيشنال فريز إنه ليش adverb هسه برضو ببعت لك الصورة تبعتها. تمام. إذا بيناسبك أنت بكرة على الستة بدك تلتقي معاهم عادي. طيب. أنا مش مشكلة بأي وقت يعني أنت إذا بدك تعملي لهم دكتورة مراجعة حسب ما أنت بيناسبك أنا بعملهم بعدين يعني عادي ما فيها أي أنت مشاكل. شو بتحب تعملي لهم بعد ولا تعملي لهم قبل بعملهم عشان ما أخرب عليهم بعد أو عشان يعني بتكون أنت حكيت أي إشي وزي هيك مثلاً بعمل لهم على الأربعة أنت خليكي على الستة خليكي على موعدك وأنا بخلي الميتنج تاعي على الأربعة. تمام. أنا عادي لسه ما حددت لهم يعني ما حددت لهم الوقت بس هو راح تكون أصلاً مسويات يعني بالليل فأنت دكتورة حسب ما أنت بيناسبك الوقت يعني أنا ما اللي دخل في الموضوع حسب ما أنت بيناسبك. لعله خير خلص ولا يهمك لعله خير إن شاء الله. وفي هاي بعتت صورة وصلت الصورة. لسه بتعمل سندينج إيش فيه صورة هي من الكتاب خليني أشوف دكتورة قبل الكونجنكشنز يلا أروح التمرين. على الكتاب يعني لو سمحت لأنه مش عارف الصورة ما لها مش راضي توصل مبين عندك أي صفحة؟ مش مبين أي صفحة بس هي قبل الكونجنكشنز يعني بدها تكون تقريبا بالأخير. قبل الconjunctions والprepositions والfunctions of prepositions صح؟ أيوة بالضبط السؤال اللي عليهم إيش رقم السؤال؟ أيوة هذا الexercise هذا 2-5 أي سؤال المشكلة؟ 6 و8 إنه ليش like breaks عمل الfunction تبعه adverb و8 برضو to another ليش adverb billions of cells build a brain like bricks that build a house. شو بدي ما هو هادي
هم ليش يعني اعتبروها انه ليش ما بتوصفش السيلز؟ انه ليش هاي ليش يعني ماشي بما انه هي adverb فاحنا على اي اساس اعتبرناها adverb انها هي وصفة ايش بالضبط؟ يعني هي adverb لانها وصفة البلد الverb build هي لانها وصفة billions of cells that build the brain كلها مع بعض. هو عبارة عن تشبيه ما بين كل هذه هذا الجزء كله مثل ال bricks that build a house. يعني هي وصفة السنتنس اللي قبلها. بالضبط، فلأنها وصفة السنتنس كاملة. وثمانية دقيقة. The accents and dentures are important to memory. To memory لأنه لأي إشي بالضبط مكان زي كأنه place. يعني لا الثانية تاعت to another. Sorry. Because they connect one brain cell. برضو to another. يعني هي بتوضح لي لو بدي أعملها سؤال where they connect one brain cell. مش هيك بدك تسألي عليها to, yeah. to another. مش سؤالها رح يكون where. Yes. وهذه كمان رح are important to whom or to what. برضو هذه رح تجاوب سؤال إنه to which part of the brain. علشان هيك كمان بتعطيني إشي زي place. yes. فالثنتين يعني هم adverbs. إنها yes. هي function تبعها adverbs. yes yes yes. يعني ما وصفت هي إشي محدد، برضو وصفت زي نقدر نحكي الجملة اللي قبلها زي مبدأ ستة. هلا أصلاً هي to memory إجت بعد adjective، فمستحيل إنها تيجي توصف important. هي ال prepositional phrase اللي هي مثلاً to plus noun، اللي هي طبعاً لازم تكون to بعد noun لأنه to مع verb هذه ما بتكون prepositional phrase، أو for مع noun. إذا إجت مرتبطة بnoun هي بتكون دائماً adjective. خلينا ندرسهم. يعني symptom of Alzheimer's disease. symptom هي noun إجت مرتبطة بـ prepositional phrase، فهاي الـ prepositional phrase راح تكون adjective. loss noun إجت بعديها، لكن Alzheimer's disease in most. هلا هون كان عندنا مشكلة كمان، صاروا يسألوني طب ما هيها in most older people مرتبطة بـ disease، ليش ما اعتبرتهاش adjective؟ لأنها هي وضحت لي بأي مكان Alzheimer's disease يعني. لكن of Alzheimer's disease هي عبارة عن توضيحية لأي نوع symptom. يعني ما بعرف كيف بدي أحكي. هون وصلتني الفكرة تمام. yes, فهي yes. مختلفة، بينما هون مثلا okay like bricks مش إنه البرين اللي بيشبه البريكس. لا، لو أنا حكيت لك أحمد like آدم they are أحمد is like Adam. like Adam هون هذا the prepositional phrase راح تكون adjective ترى. أحمد is like Adam مش like بمعنى يحب، هو مثله. فlike Adam هون راح تيجي adjective لأنها عم توصف إنه like Adam بيشبه أحمد. لكن هون مش أنا قصدي إنه the brain بيشبه the bricks. لا، كل العملية، كل البروسيس، كل السنتنس، كيف الخلايا بتبني العقل مثل ما البريكس بيبنوا البيت. فهذه لايكس بريكس هذه ذات كلها على فكره المفروض ما يحط خط تحت بس لايك بريكس. لايك بريكس ذات بيلد ا هاوس كلها مع بعض هي اللي بتيجي ادفرب لكل العمليه الثانيه للجمله اللي قبليها. يس يس ما يخافوا إن شاء الله، يعني رح تكون الجمل أهون شوي. هم خايفين يعني زي ما حكيت لك بيجوا يعني بدرسوا بيجوا بيحاولوا يحلوا أسئلة الكتاب، بيلاقوا إن أسئلة الكتاب شوي معقدة ومش قادرين إنه يعني مش عارفين شو يعملوا. يعني الأشياء اللي هيك بتضيع إن شاء الله يعني مش رح نركز عليها، نركز على الأشياء الأوضح. يعني بجيب ممكن أجيب أمثلة من الكتاب بس تكون واضحة ومبينة، ما فيهاش لعب أو من يعني بسبب لهم مش هيك خلل.
شاء الله إن شاء الله. ودكتورة كأنهم بيحكوا إنه أنت لسه ما نزلتي لهم الوقت. لسه ما نزلت، بس أنا حاطة على الجروب إنه توقعوا خلال هذا الأسبوع كويز، فهلا هيني كنت ناوي أروح أشتغل فيه وأحط لهم الإعلان. هم حكوا لي إنه أنت السبت محددتي لهم. نعم السبت محددته. نعم السبت يس. فبدي أعمله يكون برضو فترة ما سويه إن شاء الله. يعني يمكن دكتور يعني كم سؤال تقريبا بكم وقت؟ يعني انه بحبهم شوي بالوقت عشان بدهم لسه وقت عشان يقرأوا ويحللوا مظبوط. ان شاء الله ان شاء الله. يعني بصراحة بعطي دقيقة للسؤال بصراحة. يعني كان في عندهم كويز مادة مقدمة الاسبوع الماضي 10 اسئلة بعشر دقائق، فبيحكوا بس لو يعني كان اعتراضهم انه بس انه لو كان بس علاماتهم ممتازة حكت لي رشا. في لا بس يعني هم بشكل عام زبطوا، في ناس اللي ما زبطوا بيحكوا ما لحقنا نقرأ منيح. في ناس بتلحق وفي ناس ما بتلحق. كون شوفي الأسئلة رح تكون مباشرة أسئلة يعني مش رح تكون هيك صعبة وصعبة الفهم بدها تفكير كتير، بس أنا على فكرة أكثر من 10 أسئلة مش رح يكونوا بس 10. فان شاء الله خير ان شاء الله. رح يكون محسوب هذا يعني من ضمن المد ولا مشاركه؟ نعم نعم من ضمن المد. انا فهمتهم انه 30 علامه المد ورح يكون 20 كوزات، ورح اعملهم 3 كوزات كل بحسب لهم اعلى 2. يس يس تمام تمام دكتوره. ولهمك اهلا يا روزان. اهلا يعطيك الف عافيه. هذه لا ابدا، هاي المحاضره هلا انا بفك عنها شغله انه ما كنتيش يعني بالعادي ما بتقدريش تعملي لها داونلود، هسه انا بفك عنها شغله انت بتقدري تنزليها داونلود. اذا بدك تنزليها وتعمليها تحطيها على اليوتيوب تحذفي الاشياء اللي انت بدك اياها كيفك، ما عندي مشكله ابدا. تمام هسه بشوف شو بصير الوضع وبخبرهم ان شاء الله، وكمان اذا ما نزلتها بخبرهم في كل الشغلات اللي انت حكيتيها ان شاء الله. طيب تمام. يعطيكي الف الف عافيه دكتور. هلا حبيبتي اهلا كثير لك. الله يعافيكي. اهلا وسهلا. هلا يا حبيبتي. اهلا اهلا بامان الله.